ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عرف مدخل المنطقة الحرة صباح اليوم الجمعة محاولة السطو على ناقلة نقل الأموال بطنجة، وبحسب معطيات جريدة العمق الإلكترونية فإن المكان عرف استنفارا أمنيا كبيرا من طرف عناصر الدرك الملكي بعد محاولة 3 أشخاص ملتمين السطو على ناقلة للأموال كانوا في صدد عملية النقل من بنك إفريقيا إلى السيارة. وحسب ذات المصادر فإن تدخل موظف البنك حال دون تمكن الملتمين من السرقة، حيث تمكنوا من الفرار عبر سيارة من نوع غولف بولو. وتأتي هذه السرقة بعد أن تمكن 3 ملتمون من سرقة 160 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال قبل شهرين بمنطقة رياض تطوان بواسطة سيارة أجرة من النوع الصغير، حيث لم تتمكن عناصر الأمن من اعتقالهم لحد الساعة.